هنكمل الجزء الثاني من ريتينينج وول. احنا وقفنا اخر مره عند مقارنه ما بين الرانكين والكولوم ايرث كوفيشنت بريشر كوفيشنت، وقلنا في حاله لو انا عندي الفريكشن ما بين السويل ما بين الوول زيرو، النتائج بتطلع نفس القيمه. يعني هتلاقي مثلا الكي اكتيف مثلا بالتلت والكي باسيف بتساوي 3. اما في حاله لو في فريكشن ما بين السويل ما بين الوول، اللي هي عاده ما بناخدها تلتين الانترنال بريشر، الانترنال فريكشن ما بين بتاعه السويل، هنلاقي الاكتيف فيفرق. اي نعم الفرق مش كبير، بس الباسيف يعني حوالي 3%. بس هنا الباسيف تقريبا بص بنلاقي الضعف تقريبا في حالة الباسف. هنخش بعد كده نشوف ايه هي الفورسز اللي بتأثر على الريتيننج وول. ايه هي؟ فهنلاقي في مثلا لو في ووتر، في مثلا في فرق المية هنا اعلى من القاعدة بتاعت الريتيننج وول، فبيديني فورسز على الريتيننج وول. عندي لو انا عندي سيريت شارج يونيفورم هنا برضو بيديني باسيف، بيديني سوري اكتيف بريشر على الريتيننج وول. السويل فرق، ده فرق السويل فبيضغط على الريتيننج وول. لو انا عندي لاين لود سيريت شارج برضو بيضغط على كاكتيف فورس على الحائط، كاكتيف او تريست حسب يعني الكيس بتاعت الحائط. احنا بنتكلم في حالة لو كانت ليفر يعني. وعندي الباسيف اللي هي بيكون عكس الايه، كل الاكتيف بريشر او اكتيف فورسز اللي على المبنى او على السور على الريتيننج وول. هنيجي انا نشوف اول حاجه الاكتيف ايرث بريشر. اكتيف ايرث بريشر قيمته بتساوي نص كي اكتيف الجاما سويل في الاتش سكوير، اللي باعتبار ان هو حمل مثلث. وبس هنا في نقطه مهمه جدا لازم ايه ناخد بالنا منها، ان لازم ان الحيطه تتحرك مسافه كافيه عشان اقدر اقول دي اتحركت، فبالتالي الفورسز بتقل عن الريست واسميها كي اكتيف. طب ايه مقدار الحركه اللي انا ساعتها ان انا ممكن اقدر اقول ايه ان الحائط اتحرك ولا ما اتحركش؟ فبيقول لك في حاله السويل اللي زي الساند مثلا اللي هو الحبيبات مثلا او الجرانيولر سويل، بيكون 0.001 اتش ل 0.004 اتش، او لو في حاله الكوهيسيف سويل يبقى 0.01 اتش ل 0.04 اتش. لو ما اتحركتش القيم دي بقى في الحاله دي الحيطه ما تعتبرش اكتف، او البريشر يعني ما يكونش اكتف بريشر، ممكن يكون ات زيرو يعني ات ريست. عند الباسيف بريشر بيبقى النص الكي باسيف في الجاما في اتش سكوير، وزي ما قلنا في الكيس ديت بنهملها دايما في الحسابات بالذات في حالة الاستابيليتي. يعني نيجي هنا السيرت شارج. السيرت شارج بيقول لك فورس اديشنال فورس بتكون ناتجة عن اما مثلا باركينج او طريق مثلا او في مبنى على السويل بيأثر على الحائط، فبيديني سيرت شارج لود. يعني مثلا مثال لو انا عندي مثلا حائط استنادي مثلا، عندي ادي حائط مثلا كده، دي هنا كده المنسوب المنخفض، دي هنا العالي، زي مثلا نقول ده نفق ودي هنا طريق، فبالتالي حمل السيارات اللي هنا مثلا بيديني فورسز بيأثر على الحيطة بالشكل ده كده. ده مثلا، او لو في مبنى اكزيستنج هنا مثلا وبيضغط على الريتيننج وول، دي كلها احمال بتأثر بنعتبرها سيريت شارج. وطبعا قيمته بتساوي الكي اكتيف في الكيو اللي هي الوزن يعني هنا في الاتش اللي هو ارتفاع الحائط. نيجي نشوف الفاكتور هنا بقى بنيجي ايه نقول ايه. طيب انا عندي بصمم الحيطه، مشكله دايما حوائط الريتيننج وول هي ستابيليتي، ففي دايما فانا عندي في ثلاث نقط بشيك عليهم، سلايدنج اوفر تيرنينج والبيرنج كاباسيتي. يعني فينا اثنين، استابيليتي وجزء خاص بقدره تحمل التربه اللي هو الايه البيرنج كاباسيتي. طيب هنلاقي بيقول لك هنا، بيقول لك الاوفر الفاكتور اوف سيفتي هنا لازم السمشن الفيرتيكال اون ويت في التان فاي في على البي اكتيف او هوريزونتال اكبر واحد نص. يعني انا عندي حائط اهوت اتأثر عليه هنا في فرق رد او فرق هنا سويل، فبيؤدي بيديك هوريزونتال فورس عاوزه تحرك الريتيننج وول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب يبقى انا عندي هنا الفورسز المسببه للحركه هي الهوريزونتال فورس الناتجه عن ضغط السويل. طب ايه هي اللي بيقاوم؟ يا اما باسيف فورس هنا،
ودي هنشوف احنا بنهمله ازاي وبنحسبه ازاي، او وزن الصويل مع وزن الايه الريتيننج وول مع القاعده. ودي اللي احنا ايه بنسميها ايه سميشن فيرتيكال لود، بنضربها في طبعا هي عندي هنا الوزن ده بنضربه في زاويه الفريكشن ما بينه ما بين الصويل، هو ده اللي بيقاوم. يعني الوزن ده مع الفريكشن اللي بيحصل اللي بيحدث ما بين القاعده والصويل هو ده اللي بيديكي فورس هوريزونتال فورس بتقاوم الايه الاكتيف فورس بريشر. القيمه دي الفريكشن بتبقى بنسميها عباره عن تان فاي، الفاي واحد دي اللي هي الفريكشن زاويه الفريكشن ما بين الصويل ما بين القاعده الخرسانيه. لو ما فيش القيمه دي مش موجوده عندي فبناخدها تقريبا من نص لتلتين قيمه الايه الانترنال فريكشن بتاعه الصويل. في حاله الاوفر تيرنينج يبقى انا عندي هنا ايه اللي بيحصل، بيقول لك طبعا هنا ضغط الصويل عاوز بيأثر على الريتيننج وول لدرجه ان عاوزها تقلب بالشكل ده كده عند نقطه الارتكاز دي. فبالتالي يبقى انا عندي المومنت اللي جاي وعندي فيه مومنت بيقاوم اللي بيقاوم نتيجه وزن الريتيننج وول بالقاعده مع الصويل اللي هنا الموجود على الهيل جزء من القاعده هنا هو ده اللي بيقاوم الايه الاوفر تيرنينج. فبالتالي هنا لازم يكون الام ريزيستنس على الام اوفر تيرنينج الفاكتور السيفتي بتاعه اكبر من 2. تاني حاجة او تالت حاجة في فاكتور اوف سيفتي اللي هي البيرنج كاباستي. البيرنج كاباستي هنا طبعا بتاعة الصويل لازما انا عندي هنا نتيجة ضغط الصويل على الريتيننج وول بيديني ستريسز عالي عند الجزء ده اللي هو التو بتاع القعدة ده. الجزء ده لازما الاستريسز هنا او التربة تقدر تشيل الضغط عند الجزئية دي. طيب بيجي نيجي نحسب ايه، بنيجي نحسب الفورسز او المومنت اللي مسبب ليه بيأثر على الريتيننج وول، وبنحسب الاوزان اللي هي بوزن الريتيننج وول مع وزن الصويل اللي عليها دي اللي بتقاوم. فبالتالي المومنت على الفيرتيكال لود دي بيديني الايه الاي اللي هي الاكسنتريستي. طيب لو الاي اصغر من او تساوي عرض القاعده اللي هي البي يبقى انا هنا مش هيحصل تنشن على القاعده، وبالتالي احسب الاستريسز عادي من المعادله اللي هي العاديه خالص اللي هي ايه سميشن الفيرتيكال لود على البي مضروبه في 1 + 6 في الاكسنتريستي على البي اللي هي المعادله الاختصار اللي هي المعادله القديمه خالص اللي كنا بنقول ايه البي على الاريا بلس اور ماينس المومنت على الاي في الواي، دي اللي ايه المختصر بتاعها يعني. طيب لو انا عندي بقى ان المومنت عالي قوي لدرجه ان اصبحت الاكسنتريستي اعلى من البي على 6 ففي الحاله دي في تنشن فورس هيحصل على القاعده في الجزء ده الهيل. فبالتالي بنيجي نعمل ايه ريديستريبيوشن للاستريسز وبنقول بنعتبر ان في جزء من القاعده مش شغال معانا مش موجود معانا خالص والباقي هو الموجود معانا، وبحسب الاستريسز على هذا الاساس اللي هي وبعمل ريديستريبيوشن. قيمه الريديستريبيوشن او الاستريس الناتجه جديده الناتجه هنا عباره عن كام بقى، قيمتها 2 في سميشن فيرتيكال لود على 3 البي اللي هي العرض القاعده في نص بي ماينس الايه الاكسنتريس زي ما احنا شايفين الايه المعادله دي. وطبعا في الحاله دي لازم يبقى الايه الكيو الاوبل اللي هي تقدر تشيل الصويل على الكيو ماكسيمم اكس اكستريس متعرض للصويل تكون ايه اكبر من 1. نيجي هنا هنشوف طبعا احنا هنا لما نيجي نحسب القاعده لما نيجي نبدا ديزاين بالنسبه للريتيننج وول انا الابعاد بتاعتها دي اتريتيف، يعني انا ما عنديش مثلا جداول في الكود بتقول لي لو انا عندي الحائط يرتفعه مثلا بتقول كانت ليفر على 10 زي ما في البلاطات او وات ايفر يعني. بس في المراجع طبعا ومن خبرتنا برضك في الديزاين هنقدر نطلع قيم بليمنري نبدا نشتغل عليها في الاول خالص، وغالبا يعني بنبقى 90% 95% الارقام دي صحيحه ما بيحصلش فيها اي تعديل. هنبدا نشوف دلوقتي ازاي اقدر احسب الايه الابعاد البليمنري بتاعت الريتيننج وول والقاعده. هنيجي بيقول لك ايه اول حاجه معلومه خالص او هي النقطه المعلومه هي فرق الصويل، فرق الحيطه هتشيل فرق ردم قد ايه من هنا لهنا، هي دي القيمه المعلومه الوحيده بالنسبه لنا. طيب انا دلوقتي كل القيم او كل الارقام الدايمنشن بتاعتها ريليتد لايه لارتفاع الحيطه بالكامل، يعني من فرق الردم الزائد من فرق الايه الدبس بتاع الفاونديشن. طيب نحسب دبس الفاونديشن ازاي؟ في عندي حاجتين، يا اما يكون عندي السوير ريبورت مديها لي يقول لي ده عشان يديني البرينك كاباسيتي بتاعتي عند منسوب معين،
القيمه الثانيه ايه في رانكن ادانا ايكويشن كده ممكن نحسب منها الايه الديبس اوف فاونديشن. ايه هي؟ بيقول لك البيرنج كاباسيتي على الجاما سويل مضروبه في كي في كي اكتف سكوير. يبقى انا مجرد ما اعرف منسوب التاسيس مع ارتفاع فرق الرد انا كده قدرت اجيب الاتش واحد اللي هي ارتفاع الحائط بالكامل، اللي هي منها اقدر احسب بقى الايه الفيرست الاستيميشن او فيرست استيميشن للايه الدايمنشن بتاع الحائط. حددنا الاتش واحد، ارجع احدد بقى الايه البي عرض القاعده بتاعه الريتيننج وول. بيقول لي هي من 0.4 ل 0.7، البوينت 0.7 دي بالذات او ممكن اوصل لها لو انا عندي هنا في سيريت شارج عالي لود عالي يعني ممكن اوصل للبوينت 0. طيب سمك القاعده وسمك الريتيننج وول عند القاعده اللي هي زمنها السي والاي بي بتساوي من اتش على 10، الاتش واحد يعني على 10 ل اتش على 14، يعني ممكن اخدها متوسط على 11 على 12 هكذا يعني. طيب بعد كده بعد ما حددت القاعده عندي الجزء اللي هو 2 اللي هو اللي كاتبينه تي بي اللي هو الجزء اللي بعد الحائط زي ما احنا شايفين كده في قلب الايه الباسيف يعني، اللي هي بيقول لك مثلا بتساوي عرض القاعده على 4 او عرض القاعده على 3. دي السمك الحيطه في التوب خالص ممكن اخدها 20 سنتي 30 سنتي بس مينيمم 20 سنتي. يبقى احنا كده خلصنا الجزء الثاني من المحاضره بتاعه الريتيننج وول. هنبدا بعد كده ان شاء الله في الجزء اللي جاي في اكزامبل من ايه ازاي